horasan u sheegay bisadii markii gurigeeda joogtay miyeli wax weyn leedahay miyeli wax weyn maanta lahaa dadada waxa ku suganahay xarunta degmada maxamed mooge oo lagu soo gabagabeeyay tartankii hargeysa haafaanad oo lagu magacdaray 22 km oo laga soo bilaabayay wadada burada hargeysa aan ku tahay naasa hablood kula dhamaanayay xarunta degmada maxamed mooge ayaa la soo gabagabeeyay kaalinta koowaad waxa ku guuleystay fuad siciid ali oo reer somaliland 10 oo dal oo afrika ka mid ah iyo waliba 100 oo dhahan oo reer somaliland ayuu ka qaaday kaalinta koowaadna uu galay fuad waa ku soo dhaweynaya marka waxa tareenkaagu waa sidee tareenkaagu maanta 120 oo dhahan ayaad ka qaaday tartankii kaalinta koowaad waad gashay بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وفاس علي والله درينك يقعد قفل حسين هاي واي وحنا هاي دنين ودك يسكر ديا أدي أدبل فرح سنة دي والله يا الحمد لله والله يا أدبل أنا فرح سنة هاي دنين ودك يسي شوقان هاي دي هراسا مش شيء بالصدي مرك يقول جد شو تم عيالي بحوي الله ده عيالي بحوي ما أنت لها دنين لو بحني يذكر دي وأنا الحمد لله الحمد لله ما أنت أدبل النقيا شعبينا رجس مال أنا وحلي لما أنت ما ودك قول السنة الحمد لله الحمد لله فات ما أنت دين وعيه كل سنة السنة طبعا أدرى أفريكانا وإذا نستفهمين أن ما أنت لترتمسي والله ده يقوم عصبة طبعا دل يوح كبدا بوا الله صوت ارتمي وران تجوي تبان نتجي أو طبعا ترناش نالا يان كسو طيب كلي أنت والله يا أدبان وفرح سناي وقول تاريخيا ما تدل كي يجي تدل كي يجيبوا سهوي أدبان ودم عسنتي سدير كلين تادي دير كلين سين والله لما سكوا يكرف رح ضي سعيد بان فرح سناي هذا ما أدري شو رأي هل كان ملك الرئيس والله أولمبيكنا قادر رتيني يا ترين كي ما تكلي يا تما قول كلي يا تينا كانت كوا ما ترين كي لكننا أولمبيكيو بملي قادر رتيني يا إن شاء الله أتوقع استعجل